والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن القارئ الشيخ سلامة إبراهيم الدسوقي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما تيسر من آيات سورة البقرة المدنية التي قال عنها الحبيب النبي قراءتها بركة وتركها حسرة وأنها تؤفق البطل أي تبطل السحرة. تلا علينا القارئ وابن القارئ ونبت بيت القرآن فضيلة الشيخ سلامة إبراهيم الدسوقي.